يا مساء المحشي، محشي البتنجان وعلى محشي الكوسة على محشي الفلفل. يا مساء كل السعادة اللي بدني عليكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم فطارك عندنا، معي أنا رند العالمي وأكيد مع الشيف عمرو حلمي. إزيكم أحلى ناس في العالم، أنا عمرو حلمي، والنهاردة عندنا حلقة حبيبة الملايين. بجد الحلقة دي ضرب نار، في حاجات مختلفة من الشرق للغرب، وأهمهم وأولهم المحاشي المشكلة. يعني أنا شايفة أشياء مصدومة بشكل البتنجان. البتنجان عنا بالأردن لونه بتنجاني بس ده عندكم أبيض. لا عندنا بتنجان الأبيض المصري الجميل بتاعنا، أنا بموت فيه أكتر كمان من اللون بتنجاني. أنا كتير متحمسة على فطاري للنهاردة. أيوة عن جد، وتحديدا البتنجان لأنه أول مرة رح يكون بدوقه صراحة. البتنجان الأبيض بتنجان الأبيض متحمسة كتير، وأنا كمان جدا. أشياء غريبة كتير، غريبة، محشي غريب، حد يقول المحشي غريب؟ الابيض البتنجان، اوكي. افتكرت المحشي كمان زي العكاوي والباميه، يعني غريب بالنسبه لك. ايش هو العكاوي والباميه؟ العكاوي لا بتقول غريب. هلا لا كثير ناس بياكلوها، كثير ناس بياكلوها، بس انا ما بحبها. انا بضايقك. انت ليه انت يعني مش عشان قبل الحلقه قلت لك شكلك قمر ومش عارف ايه، يعني لازم يبقى في بالانس. انت بتضرب كف وبتعدل طاقيه، بتعرف هذا مثلا؟ لا يعني هذا انا بتخرب من جهه وبتظبط من جهه ثانيه، والعكس. المصري اللي تدوني باليمين بتاخده بالشمال، يعني نفس المبدا، طب اسمع قبل ما نبلش، ايش اغرب ميكس اكل تعمله لإلك انت بتاكله يعني والناس بتستغرب منه؟ اعتقد لما بخرج بره باكل في مطاعم او كده، عندي طريقه تحليه غريبه، باكل بطاطس بالايس كريم. يعني انا شوف، انا بطاطس مملحه قوي السخنه بالايس كريم الساقع قوي المسكر. انا بناتي بيعملوها هاي الحركه. أيوة. مستحيل اعملها انا، فكره الحلو والمالح مع بعض فيها. ما بتزبط معي، بحس حالي بنفصم. بجد؟ وانا اصلا مفصومه. انا بحب الاكل الاسيوي جدا، فعشان كده الفكره دي بالنسبه لي عبقريه. انا لا ما بحبها. لا انا شو بعمل برضه اختصارا للوقت برمضان، ايوه، شوربه العدس بموت فيها طبعا، فتوش بحط ده جوه ده على ده، وبختصر الوقت، وبنفس الوقت الحموضة اللي بالسلطة بالفتوش زي كأنك عم تعصر ليمون على شوربة. أنا أعملها دي، ده أحبها، بعمل حاجة شبيهة ليها. بيقلدني شبيهة الزعف. يلا قولي. باكل البرام العدس الأصفر الإسكندراني المصري مع السلطة، بحط عليه سلطة، بحط عليه ممكن بتنجان مخلل طبعا، وبتاكل مع البيض المدحرج أو الطماطم المخللة، فأنا أحب أعمل السلطة فوق الكشري الأصفر ده وأكله كده. حكيت كلمتين ما فهمتهاش. ايش اللي برام وايش اللي مدحرج؟ البرام يعني الطاجن. اوكي ماشي. أوكي. والمدحرج البيض المسلوق اللي بيدحرجوه كده في السمنه البلدي اللي هي دي. نفس البيضه بيقلوها زي بيضه مسلوقه وبعدين بيدحرجوها في سمنه بتتحمر من برا. الله، برضه ما دقتها. خطيرة. هاي لازم ادوق، عاوز ادوق البرام. ايوه خلاص، اعمل لي برام رز في مره هنا، مش معقول. ان شاء الله باذن الله. برام رز فلاحي بيرفكتو. يعني رح اتحمس اني لهي الحلقه تحديدا، بس بدي اسال المشاهدين، ايوه، ايه اغرب ميكس بتعملوه في اكلكو والناس بتستغرب منه؟ ها حاولت اسالكم السؤال باللهجه المصريه. اكيد تقدروا تشاركونا بموضوعنا لليوم على ارقامنا اللي عم تظهر عندكم على الشاشه، واكيد على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز لقناه المحور. نخش على جامد. ماشي، بس انت قولي لي ايه تاني اكله غريبه بتاكليها؟ أكلة غريبة باكلها مش أنا. عندي من المكسات اللي عم نحكي عنها. أيوة. بنت خالي. بنت خالي مع الملوخية بتاكل زبادي. أوكي. مع الشوربة بتاكل زبادي، مع أي زبادي حاجة زبادي رفيق حياتها. أي حاجة بتاكل معها زبادي، يعني ممكن تاكل زبادي مع زبادي. بتخلط مع بعض. طب تعالي أقول لك المكونات بتاعت وصفة النهاردة اللي هي محاشي مشكلة. كلنا بنعمل المحاشي بمليون طريقة، الوصفة دي شوية ميكس بين المحشي الشامي والمحشي المصري، حاجة كده في النص مع اختراعاتي أنا طبعاً. تعال نقول المكونات. يلا نقول. يلا المحشي ده كمان، قبل ما أقول المكونات، المحشي ده بيتعمل في الفرن، مش على الغاز. مش على البتنجرة. بالضبط. أقول لكم إزاي. يلا أقول لكم مكونات: كوسة، بتنجان أبيض، فلفل رومي كلهم متقورين، سمنة بلدي، فلفل أحمر حراق، ثوم مفروم، بصل مفروم، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره جافه، 7 بهارات، بابريكا، وكمان قرفه، زعتر ناشف، طماطم، معجون، وصلصه طماطم او طماطم متقشره،
كيلو رز مصري مغسول، شبت، كزبرة وبقدونس ونعناع مفرومين، دبس رمان وبصل وطماطم مقطعين شرايح عشان نرصهم تحت، ولحمة مفرومة ودي اختياري، ومرقة دجاج وبس كده. بس كده؟ بس كده يا ويلي. أنا بسيطة، بتقعد أحضر فيهم كلهم. مشكلة بتعرف هدول الأكلات يعني بتقعد تحضر فيهم ساعة ساعتين وتنقر الكوسة تاكليهم بلحظة بثانية. هما ورق العنب والكرش بتقعد تنظف فيهم 60 يوم بالضبط بثانية. بس طيبين مش كده؟ كل إشي اسمع، الأكل نعمة. أنا بحكي ما عدا إيش، كواعي، عواكي، العكاوي. عكاوي هي متعقدة من العكاوي. طيب تيجي نبدأ بأول حاجة، إحنا هنعمل التخديعة أو الحشوة بتاعة المحشي. التخديعة يعني هي بص هي هنجت، فأنا بصص لها بتفرج على التهنيج، عملت ايرور 404 فاهم. التخديعة يعني الحشوة اللي هي الرز مع الصلصة مع اللحمة. طب ليه ما تقولش حشوة وخلاص؟ أو بالمصري كده. طيب ماشي، اعترض. هنخدعها. تخديعة أو الخدعة عنا لما حدا يضحك عليك. أيوه خدعني بنحكي عنه. لا هي مش هي التخديعة دي اللي هي التسبيكة، الحشوة. أيوة خلاص تمام موافقة. يلا وبعدين هنزل على كل ده البصل. ماشي، شوية بصل حلوين على حسب الكمية كده، أنا بحب البصل. وهنزل عليه كمان شوية فلفل حراق، ده برضه على حسب الذوق. أنا بحب الفلفل الحراق. تحب الفلفل الحراق؟ أنا بموت بأي إشي بحرق. وأنا كمان يعني أنا بس طوم. أروح على أحكي؟ أحكي طبعاً. أنا بقول وأنت بتحكي عادي، لو قطعتك كملي. لما أروح على أكل كشري هون بالذات، أول ما جيت على مصر وهيك. أيوة. ففي محل معين أنا بحب كتير أروح عليه، طبعاً الشطة خلص صار يعرف واحد من الشباب اللي هناك بيشتغلوا، بجيب لي إياها بحطها قدامي. كل الشطة قدامك. وبحط شطة وباكل معها شوية كشري، بموت بإشي اسمه بحرق أو حرق. اوكي على قولتكم. طب قولي لي، بما انك جبت سيره الكشري، ايه اغرب اكله مصريه كانت بالنسبه لك غريبه؟ هي بالنسبه لنا اكيد مش غريبه، بس بالنسبه لك انت ممكن كانت تبقى غريبه. عواكي. العكاوي. عكاوي ولا قادره. بس انت كلتيها لما روحتي؟ لا انت روحتها، انت معك هلا اعطيتني اياها. الشيء الوحيد اللي نفد من بين ايدي لهلا هو هي العكاوي. هي العكاوي. انا حطيت دلوقتي الصلصه زي ما قلت لك قبل كده، تكرمل السكر بتاعها، وهنزل بعد ما تكرمل ايه الطماطم المتقشره اللي في العصير بتاعها. أوكي. نزلها اهي. اوكي ماشي تمام. وهقلب وابتدي احط التوابل، وانت تتكلمي كل التوابل اللي هتلاقوها على الشاشه قدامكم هنحطها هنا اهو عشان نعمل التخديعه بتاعت المحشي. التخديعه هي. أيوة. خداع، وانت واحد خداع. خداع ونقاد، نقاد للأكل. طيب في عنا هنا مشاركه من دارين عم تحكي انه هي من اغرب المكسات اللي بتعملها والناس بتستغرب منها فيها، هي الكريم تشيز مع الشدر. اوكي بتحطهم على توست. طب ده عادي مع دارين يعني. يا دارين اما قالت لي كمان في مشاركه ثانيه لها، يعني حطها لي كذا حاجه هي. الثانيه بتقول لي فول مع زعتر. عادي برضو. برضو عادي تمرق يعني باللغه بتاعتك. لا غمس زعتر وزيت واكل فول. يعني لقمه هيك لقمه هيك. بس مع بعض ليه؟ عادي. طب ما ده طعم وده طعم. لا مش عادي. مشكله، ما هو خليك اوبن مايندد. طيب ماشي هون كمان في عنا مشاركه ثانيه من دانا عم تحكي ايش بطاطس مقليه مع عسل. ماشي زي الايس كريم، نفس الفكره. عسل زي الايس كريم عادي، حاجة مسكرة قصدها يعني. بتدبق يمكن. ما بعرف. في هون كمان عنا مشاركة من سهى. سهى عم بتقول جبنة رومي سندوتش جبنة رومي مع تطلي مربى فراولة. اوكي مربى يعني فراولة بالجبنة الرومي. في جبنة رومي بالقشطة انا بحبها قوي على فكرة. سندوتش جبنة رومي، جبنة هي حدقة. أوكي. يعني مالحة. أوكي. وبحط عليها قشطة بتعدل الملوحة بتاعتها فتبقى طعمها قمر. ما انا ما بزبطش معاي اعمل الميكسات دي. انت دقتي الجبنه الرومي؟ الجبنه الرومي زاكية كثير. اموت زاكية. فيها. وانا ايش تعرف ايش بحب الجبنه المش. ده خطير. اي حاجه مالحه كده انا دايس معاكي على طول. وهي بحط عليها شطه زيت زيتون، بقطع جنبها بصل شويه ملح.
وباكل باكل يمكن معها رغيفين ثلاثه اربعه يوعد. بموت لازم يكون محمص بس هذا. طيب هون كمان في مشاركه ثانيه. هنزل الرز عشان ما ناخدش وقت، المفروض اسيبها شويه. أوكي. بس هنزل الرز على طول دلوقتي. يلا كملي. في احلى من جمال. انا عم بتطلع على جمال الرز المصري. ايوه انا بموت فيه، لانه يعني حتى عندنا اللي بعمان ما بيكون هيك هالقد صغير. أيوه. هيك صغير صغير على الاخر زي هون. انا بس في عندنا هون مشاركه من ميار. ميار عمر، هاي مساء الهلو. عم تحكي بتاكل توست، خبز توست مع جبنه مربعات اللي هي كيري. أيوه. وعليها مربى. طيب انتم سنكم غريب هون بمصر، السن يعني انا قصدي يعني التذوق. ايوه يعني عن جد بتحبوا الحدق وال مش كلنا، في ناس ما بتحبش ابدا. يعني من المشاركات اللي عم تجيني. ايوه يعني هحط ايه؟ انا اسف هقطعك ثانيه. طيب. واحده هحط انا اسف انا اسف بس لازم عشان في خطوات لازم تحصل. في الكزبره والبقدونس والنعناع والشبت هينزلوا دلوقتي. كملي بقى. الشبت احنا ما بنستعمله بكل شيء لانه له بعطي نكهه قويه. نكهه قويه جدا. احنا بنحطه اقل من البقدونس والكزبره. اوكي. يعني بس انا بحب الخضره كثير. لازم احكي لك بالمحشي. الفرق بين محاشينا ومحاشيكم. يلا. لا بس خليني اقرا كمان المشاركه. ماشي. كمان ثانيه. وبرضه بذكر كل الاشخاص اللي عم بتابعونا بتقدروا اكيد تشاركوا معنا بالبرنامج وبموضوعنا لليوم على ارقامنا اللي عم تظهر عندكم على الشاشه وبرضه على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز لقناه المحور. في هنا كمان مشاركه من اوكي هيا عم تحكي. هيا هيا عم تحكي ورق عنب بالمايونيز. اوف اوكي. ايه ده ايوه كلمه مصري بقى. لا ما بزبطش يعني انت الهيبه تبعت ورقه العنب يعني هزتيها مع المايونيز. بالضبط معي يعني حرام. الله يسامحك. كلميها بالمصري. ربنا يسامحك. ايوه ربنا يسامحك. حد ياكل ورق العنب مع المايونيز؟ اعلمك قول لها كشفت راسي ودعيت عليك. كشفت راسي ودعيت عليك يا اختي. يا اختي يا حبيبتي. طيب في كمان هنا مشاركة من ميار. بعدها رح أقول لك كيف إحنا بنعمل محشي بالأردن. أوكي. بطاطس مع شوكولاتة سايحة. ماشي. كيف يعني مش بتاكلوا هيك؟ مش متضايق. كيف بتاكلوا هيك؟ بس محشي بالمايونيز لا. 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 هنا لازم وقفة. محشي بالمايونيز إيه يا ماما؟ إيه يا حبيبتي ده؟ أنا صايم بس فإيه فهسكت. هحط شوية دبس رمان أهو. لسه من شوية كنت بقول لك خليكوا أوبن مايندد ولسه باصص للبنت بطريقه اجريسيف دلوقتي. هو يعني عن جد مرات الواحد وهو جوعان تحديدا ما بالضبط بيطلع منه حركات غريبه. انا ايه اللي لحقت نفسي بسرعه. انت جعان انت صايم اتلم. دبس الرمان كومبليتلي ديفرنت. ما هي ده بقى الميكس بتاعي. هاي اضافتك. يعني مصري على شامي على حاجات كتير كده. لانه احنا في مصر ما بنحطش لحمه مفرومه. كمان. بس انا هعمل لحمه مفرومه دلوقتي عشان احطها في الفلفل بس. اوكي اعطيك اياها. ماشي. انا مستني دي تسخن كويس وبعدين اشوح اللحمه المفرومه هنا هو مع شويه توابل وصلصه وهتبقى جاهزه ان احنا نحطها على حبه على جنب على الفلفل. طب هلا احنا المحشي تبعنا احنا بنحشي كل شيء زي ما حكيت هيك. بنحشي خيار، بنحشي جزر احمر، اللفت. بتعرف اللفت؟ طبعا. كل شيء ملفوف، ورق عنب، في شيء اسمه ورق الشول اللي هو شيء اللي هو ورق الزهره من برا. ايوه. في كمان ممكن تاخدي لي معلقه من دي تدوبيها في المرقه. حاضر. معلقتين. وين احط بهذا؟ لا هنا ادوبها جوا هيك بس وحده. كملي الورق. كانت ما بقدرش انا مالتي تاسك يا عمرو. ما بقدرش اعمل حاجتين مع بعض. انا اسف انا لخبطتها. هي كانت بتقول دوالي وايه تاني؟ عم بحكي على المحاشي. أيوه. ايش بنحشي؟ أيوه. خيار، باذنجان بس غير هذا اللي ما عندنا زيه. كوسه، بندوره بهاي المعلقه. كل شيء بنحشي احنا عندنا بالاردن. هي اغلبها هي الاصل تقريبا اكله فلسطينيه. اللي هي ايه؟ اللي هي المحاشي اغلبها اكله فلسطينيه. فلسطينيه على تركيه على سوريا يعني. لا انا قصدي انا مش من الاكلات الشعبيه الاردنيه. فهمت. يعني بين الاردن والفلسطينيه يعني هي فلسطينيه. شعب واحد مو شعبين. احنا دائما بنحكي انه الفلسطينيه والاردنيه شعب واحد مو شعبين. ده حقيقة. المهم بس شو بنعمل؟ فلفل بنحط لازم لحمه مفرومه. لما احنا نعمله بدون اللحمه بصير اسمه يلنجي. يلنجي مزبوط. فلازم لحمه مفرومه. وفي اليبرق.
اليبرق اللي هو الورق العنب بالضبط. المهم فشو بنحط عليه؟ لحمه مفرومه، طبعا بقدونس حسب الهاي، الخضره لا حسب الخضره اللي احنا رح نعملها. وفي كمان بنحط قرفه بهار، فلفل اسود، ملح، حبهان، عصفر وكركم لانه بيكون اصفر عندنا ما بيكون ابيض. المحاشي طبعا مش كل البيوت عشان ما نجمع. وما بنحط بندوره مشقحه، احنا صلصه البندوره بنحط عليها برضه شوي من نفس البهارات ومع ميه ونتركهم مع بعض وبستو خلص. بس خلاص بس لا بنحط فرن ولا بنحط شيء ثاني من اللي انت حكيته. تفضل مستر. شكرا جزيلا. عشان انا مش جايبالي اليوم اساعدك واودي على خدت بالي انا اليوم كسلاني. كرفاني. كسلاني كسلاني كسلاني. احنا بنقولها بمصري كرفاني. كرفاني يعني مدياني وش. ايوه كرفاك. انا كرفالة عمري النهارده. خلص ماشي. اوكي ماشي. انا هنزل اللحمه وانت كرفيني براحتك. اقرا مسجات. طيب اقراي مسجات. اكرفت مسجات. بس اكرفت يعني عايز اقول حاجه عشان ما اقطعكيش انت تتضايقي. اوكي هعمل ايه؟ هحط شويه هنا اهو توابل وصلصه على اللحمه بعدين. واقراي بقى براحتك. يلا موافقه. يلا. بلش. بلش انت. بلش. اوكي طب ما اللحمه محتاجه بس تتشوح شويه، فهبلش بعد ما هي تاخد لون. شفتوا؟ يلا. شفتوا ايش بعمل فيه؟ بخليني اسكت لما بده، اتكلم لما بده، ارص لما بده، انا ما قليش. طب اعمل ايه؟ فيها خطوات لازم تحصل، لازم اقولها لها عشان لازم اقولها لكم عشان انتم بتشوفوها. لازم يجيبوا لك مذيعه مش رغايه بقى. لا انا مش عايز حد تاني. لا انا عايز بس رند. يا اصلا حد يبقى عنده رند بيعوز اي حاجه ثانيه في الحياه. لا 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 ما تجيش على الوتر الحساس عندي، انا قلبي رهيف. انا ما تثبتنيش. بالضبط. طب يلا اقرا لعب ما تتشوح اللحمه. في كمان هنا مشاركه من مها عم تحكي بلو تشيز مع عنب ومكسرات. طيب حلو. انا موافق. هاي عادي. وبلح كمان مع بلو تشيز تمر. افتحيه حطي بلو تشيز ولوز وكليه وادعي لي. انا البلو تشيز ما بحبها، اموت فيها. انا الحاجه اللي معفنه ما بحبها. انا كل الجبن بحبها. لا انا كله الا هاي الا دي. وما بحب كمان جبنه الماعز، اموت فيها برضه. اي شيء له نكهه الخروف. احنا 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 قلنا انا يا اجوج وما اجوج باكل الاخضر واليابس، اي حاجه احطيها تحتيه جرار يعني. شوف هون سندوتش طعميه بالمايونيز من خالد. سندوتش طعمية بالمايونيز. ايش قصتكم مع المايونيز؟ مش عارف ايه حكايه قبل شوي ورق عنب مع مايونيز. هلا صغرتونا خالص. الاكل المصري عمال يتبهدل. هو الاكل بشكل عام. تخيل الطعميه مع المايونيز. في كمان هنا مشاركه اللي هو لبن مع فواكه او الزبادي مع فواكه. ايوه ماشي. وبنحط عليه بتاكل مع ندى، بتاكل مع كيكه فانيلا. يعني ماشي مش منطقي بس ماشي. ليش مش منطقي؟ انا زي ما انت قبل شوي كنا عم نحكي قبل الحلقه، انت بتاكل الابل باي مع مع الايس كريم عادي نفس المبدا. بس زبادي تقيل على الكيكه يعني بيعمل كف البوق. بركي اسنانها وجعاها عاوزه تاكل حاجه طريه. ده كده قلب بيبي فود يعني. بقى اكل اطفال. دي بس مشكلتي مع موضوع الكونسيستنسي او القوام. انا كمان هاي قراتها. وفي كمان انا مشاركه قبل ما انت تقولي ممكن الحق بسرعه انزل صلصه طماطم. طب اعمل، ما احنا لو فضلنا بس نتكلم الناس مش هيشوفوا حاجه ياكلوها على الفطار. انا ضامنه حاجتي عشان هيك. وبعدين هحط من كل التوابل حبه صغيرين، قرفه بلاش عشان اوريدي حطيت هنا كتير، والملح والفلفل طبعا، وبقيه التوابل الثانيه اللي استخدمتها كلها بتاعت المحشي، شويه زعتر يحلوا الحياه كده، واخيرا الملح. وهنبقى جاهزين ان احنا ناخد شويه من التغذيه دي نحطها على اللحمه، يبقى عندنا خلطه باللحمه وخلطه من غير لحمه وخلصنا. ويلا بينا احنا نحشي. ما بنستوي اللحمه صح، نسيت اقول لك هاي. بتعملوا ايه؟ ما بنستويها، ما بنطبخهاش قبل ما نحشي. قبل ما نحشي مع هذا. في ناس ما بتسويهاش هنا في مصر، في ناس بتسويها، بس انا كشيف بحب الصراحه ان انا اشوح اللحمه حتى لو نص سوا، لانه اللحمه النيه خالص دي ما بتبقاش يعني اكتر حاجه مش زفره يعني، بحبها عشان ما تبقاش زفره كمان احط معاها اي منكهات او اي حاجات، وكمان شويه صلصه. ما بحبش اللحمه البيضه. احنا ما بتكون بيضه، انت بتحط، احنا بنحط كلياته. انا فاهم بتش. بس قصدي في ناس عندنا بيحطوا اللحمه دي من غير صلصه. انا ما بحبش ده.
ده حاجه شخصيه مش لازم تعمله كده. سبحان الله عن جد عن جد. يعني انا بهالبرنامج هذا يعني اتاكدت من شغله معينه، انه يعني كل بيت له طقوسه بالاكل وله التاتشات بتاعته للاكل. صح. يعني مختلفه عن تاتشات الشيف عمرو. أيوة، بس هو عن جد سبحان الله باخذها ابعد. يعني لما اجي اكل انا محشي عند ماما مثلا، وخلاتي طعم المحشي تبعهم غير المحشي تبع طبعا ماما. مستحيل. سبحان الله عن جد. انا خلطت شويه رز بشويه لحمه وكده خلاص بقت الخلطه بتاعت اللحمه جاهزه والخلطه بتاعت الرز جاهزه. يلا بينا نحشي انا وانتي. يلا بينا نحشي. حط الموبايل على جنب كده. يلا بينا. يعني ممكن تقول لنا اخر مسج قبل ما اروق ده؟ يا الله شفتوا عن جد اليوم ما بتحكم فيه. احكي امتى واسكت امتى؟ ايش هاد زعلانه منك مخصمتك. طب خلاص بلاش تقري، البسي. لا بدي اقرا. البسي الجوانتيات. انا عاوزه اقرا. ماشي خلاص اوكي. في عندنا هنا ماسه بتقول بيتزا مع الاناناس. ماشي يا ماسه عادي، في كثير ناس بياكلوها هاي. عاوزه حاجات دي بقى مش عادي، وانا هقف هنا اهو. ليه مش وأقول عادي؟ واقول لا يعني لا، انا عشت بايطاليا اوكي، ودي اهانه للبيتزا الايطاليه. انا بيتزايولو، انا شخص بيعمل بيتزا. و بليز يا جماعه نبطل الموضوع ده. الموضوع ده امريكاني، هو جاي من امريكا، ف ما نقلدش البدع اللي مش كويسه دي. طب بركي هي اصلا الإيطالي. كانت بزياره لامريكا ودقتها وعجبتها. لا هلا اوكي، انا بقدر افهم انه هذا التعدي، خلينا نحكي على ال 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 الاصول الايطاليه. طيب دي كتير كده كفايه. سنها وهي حرة فيه، كرشها وهي حرة فيه. كلي كلي يا حبيبتي، ما تاخديش بالك. كلي حبيبتي. شفتي انا عديت كل اللي فات. بس جيت على الاناناس لا. طبعا انت جذورك ايطالية يا سيد. يلا بينا. يلا بينا. ايش هلا نعمل؟ هاي ايش بدك اياها؟ هنحشي دي، هنحطها في الاخر بعد ما نرص. طيب. وهنحشي، بس هو الحشوة سخنة قوي، فاحنا ممكن نمسك معالق صغيرة ونحاول نحشي. وانا طبعا محضر حاجات حشينها قبل كده عشان مش هنلحق. انت بتحشي بمعلقه؟ لا ما هو عشان سخنه قوي. مش مشكله. اوكي انا بالنسبه لي مش مشكله. تفضلي حبيبتي. طب كل واحد صحنه لإله ولا مع بعض صحنه؟ هجيب لك صحنه انا كمان ليا. انا بدي ابلش بالكوسه. يلا اوكي. ايش هلا بتعمل؟ ايش الميكس اللي بتعمله؟ يعني هي هاي زي في الفلفل هاي؟ احشي باللحمه المفرومه الصغيره، وفي المحشي الكوسه والبتنجان احشي من الكبيره. طيب عايز اقربها لك. انا شفتوا بده يعني اتشعبط كمان. لا ليه اهو جبتها لحد عندي. الله يرضى عليك يا ربي. انا بايدي. ايوه ماشي براحتك. يعني انا ما وانا هلبس جوانتي واجي لك حالا. لانه هاي حركه المعلقه يعني ما ولا ام بالعالم بتعملها. شو هالنياطه هاي؟ اعملي هيك تسويش هيك. تخيل انا اخذ فلفل ريحته بتجعي. صح. الشبت معطيه طعمه قويه. طعمه قويه. يلا انا جيت هنا اهو وحليت مكاني. انا اسف بس لازم ارص ده الاول. دي اوراق عشان ما نهدرش البقدونس والكزبره والشبت، هحطهم تحت كده اهو. هيدونا كمان ريحه حلوه جدا في الفرن وطعم حلو، وكمان مش هيخلوا البطاطس سوري البصل والطماطم اللي احنا حاطينهم تحت يتحرقوا، لان في ناس بتحب تاكل دول اللي محطوطين تحت. ايه عاد هدول اذكى شيء لما يكونوا محروقين. وانا كمان حتى بورق العنب مثلا بحب اكل المحروق. وانا المقلوبه لما اضطر اكلها وتكون ماما عاملاها. لما اضطر ماما تكون عاملاها بحب اكل الجزء المحروق منها. من انا كمان انا بحب اي حاجه من المحروقين صراحه. محروقين. بتعرف انه في عندنا مصطلح بي في البسبوسه كمان. بحب اعمل المحروقة اللي على الحلبة. انا بموت بالحلبة. وانا كمان. في عندنا شيء بيشبه الحلبة بعمان اسمه دحدح. دحدح؟ ده يعني ايه بقى؟ هو زي كيك بس معمول برضه بال بال ايش اسمها هذا؟ ما تملهوش على الاخر. مش لا ايوه ايوه بالظبط. معدلة انا شطورة. بالبرغل مش بالبرغل. ايش انا هعمل بايدي زيك. في شيء ثاني سامونيلا ايش اسمه ولا سموني ايه؟ لا مش سالمونيلا اكيد. لا سيمولينا. سيمولينا ايش اسمه بالعربي نسيت. سميد. سميد مش فلسفه وحياه الله مع هذا. لا بس عن جد راح عن بالي. بيروح عن بالها عادي. وبعدين انا دارسه ترجمه فانا اسفه اذا بطلع مني هيك مصطلحات. واشتغلت كمان 14 سنه رئيس التحرير اخبار انجليزي. ما شاء الله. فانتوا قادرين تتخيلوا المعاناه. انا اسفه. المهم فبنعمل الدحدح هذا بيكون كمان فيه طبقه يعني كيك من الدح من ال ايش اسمه نسيته السميد. من السميد وبنحط فيه كتير قرفه. اوكي خلاص كمل. انا اسفه. لا حبيبي كملي انت. يلا يلا يلا. انا عمال برص دلوقتي البتنجان وهرص بعدين الكوسه والفلفل. وانت وقت ما تحبي تخلصي
خلصنا. احنا مش هنخلص اظن، احنا رح نطلع بريك عشان نحشي الباقي. يلا وبعدين احنا رح نكمل صح؟ يلا بينا نفرجي التطبيقه. ماشي. طب تفرجيهم كيف بت... ايوه عم بتوقفهم اهو. ايوه انا برصصهم كده اهو البتنجان من بره، بعد كده ادخل الكوسه اكمل بيها، وبعدين احط الفلفل في النص بس كده. بس كده بس، وهنحط بعد كده المرقه. طيب انا رح اروح اكمل باقي الحشي مشاهدينا، لانه عمر دائما بيخليني اعمل هاي الحركات. رح نطلع لبريك سريع جدا جدا جدا، وبعدي اكيد مكملين بفطارك عندنا. ما تروحوش بعيد، او استنوا بالانجليزي don't go away. خليكم. رجعنا لكم تاني في فطارك عندنا، ودلوقتي خلصنا رص المحشي انا ورند. انا ورند شفتي قلت اهو انا ورند، انا رصيته لوحدي. هو راح ارتاح بالغرفه بتاعته وانا صح بلشت احشي. طيب يا نصابه. أيوة. بالشامي. أيوة. حط لنا المرقه على المحشي. طيب لعندي نقطتين قلت لي صح. ايوه هي بس حبزت. يلا ثلاث ارباع الحله كده اهو. اوكي وبعدين، وبعدين جوه المحشيات ننزل بس نقطه كده صغيره. ماشي أوكي. ماشي يلا بسم الله. بسم الله. يلا بلش انت بي. انا عايز اطمن بس على المحشي. خافش خافش يعني خافش وحياه الله. طيب انا اللي هاكله مش انت. تعالوا اقول لكم المكونات بتاعه الكوردون بلو، او الفراخ المحشيه بالجبن والحبش زي ما انت بتقولوا، او التركي. ايوه او ديك الرومي، وده اختياري الحشوات. بس تعالوا اقول لكم مكونات وبعد كده اقول لكم ايه الاختياري. اربع بيضات، زعتر ناشف، ملح وفلفل، بانكو او اللي هو بقسماط المطحون، زبده متدوبه، دقيق، وكمان الصوص بتاعه هناخد زبده، دقيق، لتر لبن، موتزاريلا مبشوره، شيدر مبشوره، مستردة، زعتر، بابريكا وملح. وهقول لكم كمان عندي هنا صدور فراخ مخليه ومفتوحه من النص ومدقوقه شويه، حطوا كده هو كيسين من فوقها ومن تحتها ودقوها بالشاكوش بتاع الطبخ، وشرايح جبنه جوده، شرايح جبنه في شيدر بقى اللي انتوا عايزينه، ايمنتال اللي انتوا عايزينه الموجود في البيت، الجبن وبابريكا مستردة وملح وفلفل وزبده بس كده. طب قبل انا عملت شيء غلط. ايه هو؟ طرطشت بره. بدي مش مهم عادي، في محارم زي ما بتقولي، مناديل اهو تحل الموضوع. شكرا. انت اعمل اللي انت عايزاه. طب هلا ايش بالاخر نغطيها بقصديره او ورقه زبده؟ ممكن ورقه زبده، ممكن قصديره اللي انت عايزاه، وندخلها على الفرن. تقعد تقريبا 35 دقيقه على النار في الفرن، وتطلع محشي لذيذ جدا في الفرن من غير ما تسيبوه على البوتاجاز، من غير تظبطه هنا تايمر، او اللي هو اسمه ايه التايمر بالعربي، اللي هو العداد. ساعة. ساعه. ايوه ساعه. وتنسوه ترجعوا له بقى تاكلوا احلى محشي في الدنيا. تعال نحطه. طيب. في الفرن. انا هحطه في الفرن. وانا طب اعمل انا الكوردون بلو. الايه؟ اعمل يلا. انا الكوردون. ماشي. لا بمزح. انت ما بتصدق. انا موافق. لو هتريحيني انا موافق. ما تسيرني بحكي. انا زعلانه اني هيك فرطشت المي لبرا وحالتي ليه حالي. يعني هي دي بس عشان المفروض ابين معدله قدام المشاهدين ما يشوفوش اخطائي. لا عادي، كلنا بنخطئ. ايوه ماشي. ماشي يلا. طيب شو اول خطوه؟ اول خطوه ان احنا هناخد حته الفرخه اللي عامله الهارت شيب دي او شكل القلب ده. تمام. على الطبق الجميل ده. وهاخد ده بدل ده. وهبتدي ان انا اتبلها، اوسع لنفسي معلش كده. سوري. وسع وسع. سوري 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 على الدوشه. وسع على البرنس. ايوه بالظبط. فين الفرشه؟ هجيب الفرشه وهجيب شويه زبده وهعمل كده. عشان ايه التنصيح؟ مشروع تسمين العجول اللي انا فاتحه ده. انا حاولت اسكت بس انت اللي تجيبه لحالك. انا ما حكيت شيء، انا ساكته زي البنوته الشاطره هيك، زي الطالب المجتهد بالضبط. بس شويه ملح برضه ونفرده ونوزعه عشان اللي يفتح جوه الحشوه يلاقي فيه طعمات كتير حلوه. اوكي ماشي. شفتيني وانا شامي؟ وبعدين مستردة. عن جد ايه؟ نحكي جاج. بنتبل الجاج. بنتبل الفراخة يا مستر. أيوة. عمرو اسمها فراخة عندنا. اوكي عندكم في الشام اسمها حاجة تانية. اسمها جاج. ايوه ايوه في بلاد الشام مش بالشام طبعا. انا مش شامية. وفي في دياي. دياي الخليجي بيحكوا دياي. عادي والصغار بيقولوا كوكو. كوكو بالظبط. احنا كمان عندنا بنقول كوكو. احنا بنقول كوكو. اكلتي الكوكو؟ عايزه لحمه ولا كوكو؟ بس مش فاهمه ليه مش يعني عارف. طلعوا بفكره الكوكو. ممكن عشان الديك بيقول كوكو كوكو. بس احنا ما بناكلش الديك، بناكل الفرخه. ناكل مراته ما بناكلش هو بالظبط. هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب ده على جنب كده شويه ونحط الحبش او التركي. اوكي ماشي اهو. وبعدين الجبنه
كده. اي جبنه موجوده عندكم؟ اي جبنه. أوكي. دي جبنه جوده، امنتال، اي حاجه، وكمان شويه موتزاريلا. بتقول عليها ايه؟ موزاريلا صح؟ موتزاريلا. موتزاريلا بس بالشام بيقولوا موزاريلا. انا بحكيها موزاريلا يعني الامهات، مش ال... مش الصغيرين. موزاريلا. بالظبط. اي حاجه تيجي في بالهم. اي حاجه تيجي بالظبط. وبعدين قبل ما اعمل الحركه دي عشان محتاج البس الجوانتي، محتاج اتبل الحاجات دي كلها اللي هنقلي فيها او اللي هنعمل فيها البريدنج او تتبيله الفراخ. احط هنا شويه ملح وهنا شويه ملح، هنا شويه ملح وهكذا. الفلفل الاسود ماشي. ده النشا مش مشكله عادي كده كده تنزل على ده ماشي. وبعدين احط النشا على الدقيق. النشا شويه هتعمل لي هنا اداه ربط عشان الفرختين ينزلوا فوق بعض. بصوا هلبس الجوانتي واوريكم ولا اعملها؟ محتار. انت ممكن تقلبي لي؟ لازم لازم. شفت ما بقدر بدوني طبخه ما بتكمل اطبخ من غير عندي. ايش اخلطها هيك؟ ايوه ده. ممكن احط شويه زعتر هنا كمان وهنا زعتر كمان. الزعتر بجيب الاكل صح. دي حقيقه. ماشي. وهلبس انا الجوانتي. إذا متوقعني أنا أقعد أعمل معك بريدنج ما رح أعمل معك. لا ما بتعمليش، مش مشكلة. إيش اسم البريدنج بالمصري؟ تتبيلة، اللي هو القشرة الخارجية، مش عارف بالعربي إيه، بس هو تتبيلة الكوردون بلو. إحنا ما عندناش إلها مصطلح. البقسماط و البيض والبقسماط، بنسميها البيض والبقسماط. بيض وبقسماط. أيوة إحنا كمان. يا الله كيف السوشيال ميديا والانفتاح احنا على برا خلانا كثير ندخل مصطلحات غير عربيه، مش عربيه اللي للاسف يعني حاولت انا هيك ما اعمل مع بناتي بس خلص يعني هم جزء من المجتمع. أيوة. الا يلقطوا كلمات معينه ننسى اصولنا العربيه فيها للاسف. ايوه ممكن لما تخلطي دول ودول تحطيهم في الاطباق دي. اخلط دول ودول بالاطباق دي. طب اعطيني. أيوة. فاين امسح الشوكه. طاروني من عناية الاثنين. شكرا شكرا. انت ردي بقى تكرم عيونك ولا بتقولوا ايه؟ تسلم لي عيونك. تسلم لي عيونك. حبيت بس هلا اخلطهم مع بعض بنفس الصحن هذا ولا مزبوط. واحدة؟ بعدين هنقفل عليهم بالقلب الثاني ده، القلب الطيب. كل الكمية صح؟ ماشي. وبعدين لما ننزلهم في الدقيق والنشا مع المية الخفيفة اللي في الفراخ ها تقفل لنا الفراخ. شفتوا الوصفه دي سهله جدا 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 وسريعه. الكوردون بلو بيتعمل بطريقه تانية اللي هو بيتلف بورق استرتش وبعدين بيتقلي في الزيت، بس دي سهلت عليكم. ده اللي هو الكوردون بلو اللي بيسموها ايه؟ الكسلان. الكسلان. لو انتم كسلين تعملوا الكوردون بلو بالطريقه الثانيه، دي طريقه كسلانه عشان تعملوا الكوردون بلو ومضمونه جدا. أنا ده انا استخدم هاي الطريقه اذا بالزبط. اذا يوم اذا بس انا يعني عمي اذا حصل المعجزه اي شيء على بالي اياه عم باكله معك بالبرنامج. طيب احنا هنعمل ايه؟ ايش؟ هناخد ده. انا ليه قلعت الجوانتي؟ هناخد ده دلوقتي ونحط. ضلك البس جوانتيات وخسر القناه. عمالين بنخسر الميزانيه، معلش الانتاج احنا اسفين على الخساره دي. يلا بس هيتخسر من الراتب بتاعك. ايوه اخصموله. يلا يلا هاخد ده واحطه هنا اهو، وبعد كده في البيض، وبعد كده في البقسماط. بسيطه صح؟ موافقه. انا اسفه كنت اخاف منه. هتكسر لنا بقى الحاجات منه. هتكسر لنا الحاجات وهتكسر بقى. مني راتب الموبايل بعدين. يلا هنعمل ايه؟ انا بدي اقرا مسجات. اقراي مسجات براحتك. ماشي. وصلنا طبعا اكيد اذكر كل الاشخاص اللي عم بيشوفونا بموضوع حلقتنا لليوم، ايش اغرب ميكس بتعملوه بالاكل والناس بتستغرب منه؟ طبعا اكيد بتقدروا تشاركونا على كل الارقام اللي عم تظهر على الشاشه وبرضو على صفحاتنا على السوشيال ميديا. في عنا هنا مشاركة، خليني أتذكر وين وصلت. عم بحاول براحتك. نسيت معنا كل الوقت، أنا لسه عمال بلعب. وصلنا هنا للبيتزا لما أنت انهارت بيتزا مع أناناس. أيوة دي حقيقة. صح انهيار عصبي صار معنا. وبعدين هنا في عنا مشاركة اللي هي جبنة مع فراولة. أيوة. وعنب. دي جميلة حلوة. ساندويتش بتاكلها؟ لا مش ساندويتش، هي ساندويتش كتباري ساندويتش. اوكي ميار، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده يا ميار؟ شفتي لي السهوله؟ في كمان قريش. اخلصت؟ ادخلها بس الثلاجه شويه تمسك نفسها. اوكي وهجيب اللي انا كنت محضرها. أوكي. وهنبتدي نقلي ونعمل صوص الجبنه ونبقى خلصنا. بس خلصت. شفتي الطبخ معايا ازاي سهل؟ طب وهي ايش الاشي الثاني اللي انت حاطه هون؟
القش الثاني ده صوص الجبنه. صوص الجبنه بس احط دي في الثلاجه واجيب اللي في الثلاجه بقى لها تقريبا ساعه، وهنبتدي ان احنا نسخن الزيت ونقليها واحنا بنعمل صوص الجبنه الخطير. طيب اريج عم بتقول لي جبنه شدر مع بسطرمه، دي عادي كمان صراحه، انا باكل البسطرمه مع جبنه شدر. وفي كمان هنا سهيله، مساء الهلو عليكي، ركز ركز معي يلا. اوكي انا بس بنظف، انا مش قادره استوعب اللي حصل اللي عم بشوفه. احكي لي، انا شايف على وشها في صدمه، انت عملتوا فيها ايه وانا بنظف؟ اوكي ملوخيه مع بازلا. اوكي تاكل ملوخيه وبازلا، يعني انتوا بتكونوا طبخين طبختين والباقي بتخلطيه مع بعض بتاكليه ولا شو بالضبط؟ وفي برضه كمان مشاركه ثانيه من حازم عم بيحكي لي سندوتش تونه مع احذر. ايه احذر اشي حلو مع قشطة؟ لا مع عسل؟ لا مع ايه؟ بينت باتر. تونة مع بينت باتر اللي هي زبدة فول سوداني. شوف احكي لك شغلة صراحة، انا ليه حبيب قلبي؟ ليه ده بيك المطبخ للدرجة دي؟ هلا بالعادة الستات الحوامل، احنا بس نكون حوامل بيجي على بالنا شغلات واكلات ومكسات غريبة عجيبة، عشان هيك بحكي لو طلبتي لبن العصفور هيجيبهولي. ايوه اوكي، بس هذا الاشي اللي انا عم بشوفه اول مرة بسمع بهيك مكسات. كنت بقولكم كنت استغرب من بنت خالي انها بتاكل زبادي مع كل حاجة، ودلوقتي جايين تقولوا لي ملوخية وبسلة مع بعض. طب انت لما كنت بتتوحمي كنت بتاكلي ايه؟ بتطلبي ايه غريب؟ في اشي بالكويت اسمه بنك. هلا ماما كانت عايشة بالكويت زمان، فإلا الوحدة تاخذ من اهلها وعائلتها. ففي اشي اسمه بنك، عبارة عن هيك حبة صغيرة جدا اللي فهمته انها هي شجرة بتكون بالبحر، بطلع منها حبة قاسية كتير اللي هي صعب تتكسر بسرعة. أوكي. بتكون مالحة مالحة، جواها في حاجة خضرة صغيرة هالقد. حاجة سبيسيفيك قوي يعني مخصصة جدا انت طلبتيها. عندي لهلأ منه أجع بالي البنك. أوكي. وإخواني طبعا وأنه هلأ من جيب لك يا أنتي أطلبي البنك. يا بنتي يهديك عايزة بنك. وجابوا لي بنك وأكلته. اشتهيت القشطة الخضرة. أيوه. ايه القشطة الخضرة دي؟ معلش هو ايه اللي انا بقوله؟ ايوه كده على الفاضي بعديها. قشطة فواكه. القشطة اوكي الفاكهة. الفاكهة. قلت القشطة الخضرة دي مش عندنا. وما دي. كان وقتها بس وقتيها انه عماتي كانوا عايشين بالقدس وكانت نازلة عندهم فبعتوا لي اياها على عمان. اوكي. ايش كمان؟ طبعا انا بالحمل لازم احكي لكم، بالحمل بنصح يعني حوالي 30 كيلو كنت. عن جد عم بتخن 30 كيلو اصلا. 30 كيلو بس بكون وحامي اكل ونوم، وانا بفطر بفكر ايش بدي اتغدى، وانا بتغدى بفكر ايش بدي اتعشى، وبيناتهم الا يكون في وجبات مرأة. عشان هيك انا عندي عقده من انت كلفتيهم قوي في البيت عندك. خربتي بيتهم. بالضبط بالضبط، بس لا الحمد لله هيني منيحه. المهم الوحده هيك بالضبط. المهم عندك دلوقتي بناتك يجننهم ولا ربنا يخليهم لك يا رب يحميهم. شاب قاعد يبحث عن بس مش عايز اطفال دلوقتي. ما تحكي لا مش عايز اطفال دلوقتي. لا ما تحكي هي نعمه من ربنا، مسؤوليه كبيره. انا مش قد دلوقتي، انا اصغر، انا اصلا اطفال. أنا عايز أنا أبقى أطفال شوية وبعد كده نبقى نجيب أطفال. طب شاب قاعد يبحث عن عروس تكون طفلة معه ويجيب الطب. مش ما عنديش مشكلة، إحنا نعيل مع بعض. طيب يلا إيش هلا قصتنا؟ طيب أنا دلوقتي مستني الزيت يسخن عشان أقلي الفراخ القمر دي. بصي لما قعدت في التلاجة شوية وهنعمل صوص الجبنة. المكونات بتاعته زي ما قلتها لكم، دي مش محتاجينها. أوكي. دي مش محتاجينها أنيمور ولا دي كان فين؟ خلاص. هي طمع. هاي عشان تدهن فيها التشيكن اي ثينك. لا دي خلاص اعتقد. طب خلص انا حطيتها بالغلط، انا اسفه حقك علي، لازم تطلعني غلطانه. كمل يلا. هنعمل ايه؟ هنعمل زي عادي صوص البشاميل اللي هو ايه؟ الدقيق والزبده. كان اسمه ايه بالايطالي؟ بشاميلا. 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 ايوه. الدقيق والزبده والزعتر البابريكا والمستردة، وبعدين هننزل عليهم بعد ما يتعمل البشاميل هننزل اللبن، وبعدين انواع الجبن اللي عندكم. انا هستعمل هنا تشيدر وموتزاريلا. مش بدي اسالك صح نفس الشيء تقريبا نعمله بس بدون الزعتر والمسترد والبابريكا، نعمل الماك اند تشيز؟ ينفع. ما هو الصوص ده ينفع الماك اند تشيز اللي هي المكرونه اللي بالجبنه. أوكي. ده ينفع برضو جدا. اوكي يلا الزيت. اذا زاد اخده معي.
انا هذا اللي بفكر فيه. دي بتفكر بفات متصله في البيت في دماغها. ممكن انا اتسحر هذا الشيء. طب وانت تتعبي نفسك وتسلقي مكرونه عشان تعملي ماك تشيز؟ يعني مكرونه سهله. يا سلام. سهله جدا يعني مش مشكله. ماشي. او بخليك تسلق لي حلقه من هالحلقات. كنت مستنيها. كنت مستنيها. هتخزنها في الفريزر بعدين. هيفكروني نايطه المشاهدين. نايطه يعني كسلانه. كسلانه. يعني جايه من نايتي. لا نايتي غير نايطة بالطه. نايطة نايطة بالطه. طيب في عنا هنا منا مساء الهلو عليك يا منا، عم بتقول لي باستا مع لبن وتونة. هلا احنا بنعمل المكرونة باللبن اوكي. احنا لا اوكي انا خربشت. زبادي ولا ايه؟ لا هي قصدها باستا مع زبادي وتونة. اوكي احنا بنعمل الباستا مع الزبادي، بنحط معها تومة وبنحط معها لحمة مفرومة وصنوبر وبقدونس. اوكي فهي تمام. وباستا مع تونة كمان مقبولة، بعمل باستا سلد هيك. بس يعني باستا وزبادي وتونة مع بعض كتير. زمان كانوا يحكوا انه السمك والزبادي او الحليب واللبن ما بيزبط انك تاكله مع بعض. فطلعت هاي خرافة من الخرافات، عملت عليها بحث طويل عريض على عاملها جوجل وطلع انه زمان ما كان في اصلا ثلاجات. اوكي فكان اذا السمك ممكن يخرب لانه برا، او ممكن كمان اللبن او الزبادي انه يخرب او الحليب. أوكي. عشان هيك كانت الناس يصير عندها تسمم لما ياكلوا شغلتين مع بعض. صح. اللي هم السمك وهي. ولا هلا عشان مع الثلاجات اكيد بطل حدا يصير عنده تسمم. عمرك تسممت منها؟ من اللبن؟ من انا عندي حسيت لبن، فكره كمان باكلش لبن، بشربوش. اوكي اصلا من البدايه يعني لاكتوز. لاكتوز انتولرنت. حساس هو. انا ما عنديش حساسيه، عندي حساسيه من الناس اللي بتنتقدني 24 ساعه والناس اللي بتخليني ارص 24 ساعه. والله ظلماني ظلماني. حرام عليك. تعالي بقى ننزل دلوقتي بالفراخ اللي اتجنن دي اللي اتبلت الكوردون بلو، هنزلها في الزيت. ماشي ننزل الاثنين وهنستنيها تستوي. تمام. وهنعمل صوص البشاميلا او صوص الجبنه اللي اساسه بشاميلا. تمام هقلب لك اياها هيك. هوطي بس على الفراخ دي. هوطي. هنخليها على درجه حراره متوسطه، بعد ما الزيت يسخن يوصل تقريبا 180 درجه هنقلل الحراره شويه ونسيب الفراخ تستوي عشان هي طبقتين، عشان كمان ندي فرصه للجبنه والحاجات اللي جوه انها تسيح. اوكي تمام. يلا يلا وهنطلعها على شبكه عشان ما تبقاش مبلوله من تحت، فالشبكه هيبقى فيه ميه فما ترتبش من تحت زي ما رند بتقول. بالظبط برافو المعدله. شفت انا صرت شاطره كتير. طيب الصوص تاع الجبنه. يلا الصوص تاع الجبنه هننزل الاول خالص زبده عشان تسيح. ايوه اوكي. انزلي يا زبده. انزلي يا زبده. انزلي يا زبده. وأول ما الزبدة تسيح هننزل الدقيق وبعدين ننزل عليهم الزعتر البابريكا والمستردة. أوكي ماشي. هاي كلياتهم بتحطهم مع بعض. هم الحفل ما بفرقش إشي قبل إشي، بس يعني أهم إشي الزبدة بعدين يجي وراها الدقيق. بالضبط. أوكي بعدين كله مع بعض. أنا بحب الأكلات هاي اللي بتحط كله مع بعض وبتستوي لحالها. بتستوي عن جد. الله على اللون. إيه رأيك لسه هتستوي أكتر بس على درجة حرارة شف يا عمي. شف 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 والأقرع على الله. طيب خلينا كمان نشوف هنا مشاركات تانية. في عنا مشاركة من إيمان. إيمان يا مساء الهلو عليكي. عم تحكي فراخ مقلية مع عسل. ماشي موافق عادي. مش في كمان السويت تشيلي صوص وفي السويت صوص عادي يعني. يعني أنا بدي أشياء أغرب. طلعوا لي كل حاجة غريبة عندكم. أيوة. مشاهدينا مش ضروري أشياء أنه عادي عادي. ما بدكم أحكي أسميكم، ما بحكي أسميكم، ما عندي أي مشكلة، بس خلوني أشوف الإبداعات اللي عندكم بهاي الناحية. يلا هنزل الدقيق. أنا مستني بس حتة الكبيرة دي تسيح، بس على بال ما تسيح هنزل معاها شوية دقيق وهحفزها إنها تسيح بالتحريك. أوكي ماشي. بس المفروض إنها تسيح الصح يعني. هي صح.
اصلا بتخاف منك الزبده لو تنتقدها تنتقد الزبده. بس انا عايز اوضح لهم ان النقد عام مش بس بيقول نقد مش بناء، بس في نقد بناء وفي نقد دائما. ايوه دائما بالعكس، حتى يعني النقد البناء كثير إشي مهم طبعا، يعني بتدير تظبط عليه تظبط عليه لتوصل هيك، خلينا بدناش نحكي الكمال لله وحده اكيد طبعا، بس توصل لاكثر إشي ممكن تقدمه بالطريقه اللي انت شايفها على القليله صح، مش ضروري الناس تشوفها. انا دائما بامن ما دام انت شايف الشغله صح وما عم تاذي غيرك فيها، مش عم بحكي بس عن مستوى أكل. أيوة. هذا إشي جدا مهم، الرضا الداخلي وأنك أنت عن جد حطيت أقصى ما عندك بالشغلة اللي أنت عم تشتغل فيها أو عم تعملها بإيدك. بالضبط. يلا ساحة الزبدة. دقيقة بس. لو أنا عملت هاي الحركة لو عملت هاي الحركة كان عصبت علي. حقيقة بس أنا المضرب الثاني مش دلوقتي تحت مش موجود، فهستعمل المضرب ده هنستحمل. ماشي. هنا هو الفراخ، اعتقد ان احنا كده خلاص. وريني شكلك كده يا حلوه، ايه رايك في المنظر؟ تمام ولا ايه؟ هيك ذهبيه. يلا نطلعها نسيبها هنا اهو ونشوف. دي كفايه عليك خلاص. شكلها حلو، شكلهم بيشهوا. يلا بينا خلاص كده، يبقى نسيب الزيت ده على جنب. أوكي. ونجيب الصوص هنا اهو بالراحة، انت تعالى بهدوء. ونجيب الصوص ده هنا، بس همسح بس البوتاجاز. دائما الشيف لازم ينظف محله. لا منيح ما قلت لي تعالي امسح البوتاجاز. لا 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 انت عارفة الحاجات الشاقة مش بديها لك، انا بديك الحاجات الدلعة. لا دي مش شاقة. يا سلام، تعمل هيك وخلص. طب يعني الميكسينج هو اللي صعب او التقليب؟ يعني حسب مزاجي صراحه. لما يكون اوردر هيك منك. يلا انا دلوقتي سيحت الدقيق مع الزبده، وهعمل ايه؟ هحط دلوقتي اللبن بالتدريج وانا بقلب. ماشي تمام اهو، لازم شوي شوي عشان ما يكبتل. نفس مبدا البشاميل بالضبط، نفس الفكره. تمام. بتعرف ان هي ما بتاخذ كثير وقت؟ لا خالص ابدا، بس بتبهدل الدنيا. بمعنى بتوسخ البوتاجاز يا عم. بس عشان انا حركت الفراخ شويه. لا حرام حرام، ظلمه وحياه الله ظلمه. مش مهم، خليها تعمل اللي عايزاه، كله هيطلع عليها. خلاص انا على العيد بنعمل هدنه انا وياك، هدنه سلام يعني، ما دام احنا دايم شغالين مع بعض لا حنضلنا نتناكش على الهواء انا وياك. بالضبط، انا حطيت شويه بابريكا، حطيت شويه مستارده عشان لون كمان الصوص يبقى حلو قوي. أوكي. وشويه زعتر، وانا عايز اقول لكم ان رند فرفطت لي شويه زعتر. شفتي اعترفت بمجهودك عن جد. عشان ده بجد عملته لاول مره. لاول مره قبل الهواء. مين حشالك المحشي قبل شوي؟ لا انا قصدي قبل الهواء، انا كنت دقيق. اوكي اول مره قبل الهواء، عشان انت كل مره تفتري عليا وتقولي ان انت اللي عامله كل الميزون بلاس او التحضير بتاع. ايش اسمه ميزون بلاس؟ يس كل التحضير. ما انا ترجمت على طول اي حاجه. تخيل امي تحكي معي تقولي ماما حضري الميزون بلاس بتاع المحشي. كيف يعني حضري اغراض المحشي؟ حضري لي اغراض المحشي هيني جاي مثلا. ورجعت كل حاجة خلاص. في دي شوية. دي في دي ايه هو؟ انا قلت لك ما رح احط اشي من المزلي. خلاص النهاردة قلبت علي مفيش. طب مش انت لسه كنت عمالة تقولي هدنة ومش هدنة؟ فين الهدنة راحت؟ لا لا هدي على العيد. هدنة على العيد؟ اه اوكي تمام، انا هسكت. يلا هلا انت رح تزيد الجبنة. يلا انا دلوقتي هنرجع هتلاقوني زودت الجبنة الاتنين دول، وهنعمل الكريم بروليه. يعني ايه الكلام ده؟ حاجه شبه كريم كراميل بس من غير ما نقلب، من غير ما نغلب نفسنا، وسهل جدا. يلا شوفونا بعد الفاصل. يلا اكيد مكملين معاكم بفطارك عندنا. خلصنا احنا المحشي وطلعناه من الفرن، خلصنا قلي الكوردون بلو. أيوة. وهلا خلصنا صوص الجبنة. أيوة خطير. استلم. يلا بينا نقدم على طول صوص الجبنة. عايز أوريكو المنظر بتاعه، بصوا القوام اللي جنن الكريمي. هاخد شوية نهو في البولة دي وأحطها في وسط الكوردون بلو، وإنتوا لما تاكلوه حطوه عليه وافتحوه وشوفوا الحلاوة اللي مستنياكوا جوه. و هنعمل ايه دلوقتي يا رند؟ هنعمل ايش قلنا؟ كريم بروليه. كريم بروليه بالضبط. بالغا. ايوه عشان تكون فرنش. الكريم
كرام؟ مش عارف، لا انا فرنساوي ما تلاقينيش. اوكي، ولا انا، يمكن المعلومه اللي حكيت لكم اياها غلط، عادي لو غلط اعملوا حالكم ما سمعتوش. بالضبط، بس اللي انا متاكد من نطقه اللي هو الكوردون، كوردون بلو. كوردون بلو، ايوه. اوكي، دي لا بعرف احكيها. كريم بريلي برضو تمام. طيب يلا اوكي، دخل العروسه دي هنا، دخل العروسه الحلويات دي. يلا ماشي، هنعمل ايه اهو؟ ممكن ابدل ده مع ده. ايوه، هعمل ايه؟ هسخن الكريمه. هقول لكم الاول مكونات بتاعه الكريم بريلي، سهله جدا وصغيره كمان جدا. كريمه، كريمه خفق وصفار بيض وسكر، رشه ملح، فانيليا وسكر للتزيين ونعناع للتزيين. وهقول لكم هنعمل ايه كمان في السكر بتاع التزيين ده وهنستعمله ازاي. هنا هسخن الكريمه، انا مش عايز اغلي الكريمه لان احنا عمرنا ما بنغلي الكريمه عامه في المطبخ، لا في الحلويات ولا في الحوادق، بس هنسخنها او هنعمل لها حاجه اسمها سيمرنج، او ان هي تسخن قبل الغليان. يعني الغليان 100، دي تسخن 85، تعمل بس سيمرنج، تبقبق على الجناب بس، تبقلل كده زي ما بنقول بالمصري، وكده تبقى جاهزه. نسيبها تهدى شويه وبعدين نعمل تامبرنج. يعني ايه تامبرنج؟ هشرح لكم وانا بضرب الصفار بتاع البيض ده مع السكر لحد ما يوصلوا لقوام حلو. ده صفار بيض، طبعا المكونات كلها ظاهره قدامكم على الشاشه عشان تعرفوا المقادير بالظبط. وده السكر ورشه صغيره ملح، دي ثابته معانا في كل الحلويات، وكمان فانيليا. اوكي، سهل، خلاص خلص. بس انت متخيله؟ بس كده، بس هيك هنضرب مع بعض. أوكي، ونخلطهم بعض وندخله الفرن. اوكي، بس مش هندخله الفرن بقى عادي، احنا هندخله الفرن بطريقه لذيذه جدا. اوكي، هنحطه في طاجن زي ده كده، وهنحط القوالب بتاعت الكريم بريلي ونحط حواليهم ميه سخنه. أوكي، عشان ما يستويش بطريقه يعمل بيض، فاهمه؟ اوكي، عشان ما يبقاش بيض اومليت، فاهمه؟ اوكي. طب ممكن ناخد دي من على النار عشان ما يبوظ. الايه؟ احط الميه السخنه من هلا ولا لا؟ لا، لما احط بس الكريم بريلي. اوكي، هننزل الميه السخنه. تمام، وهنضرب دول كويس مع بعض. انا عايز اقفل البوتاجاز بس. هنضرب، بحس لما تحكي هنضرب البيض انه حتضرب بني ادم. لا يعني انا هضربك باخر الحلقه. مش هضرب اي حد. اللي عملته فيا اليوم. قلت لك ايه بس؟ لا، حرام حرام. اهو هنضرب بالمضرب الايد عادي لحد بس ما السكر ايه يدوب شويه صغيرين مع البيض، وبعد كده هنخلطه بالكريمه وهنبقى خلصنا. بس هيك؟ بس. وتسكبهم هون؟ شفتي اللذاذه؟ ولا هنقلبه زي الكريم كراميل ولا اي حاجه، هو بناكله من الثلاجه على طول، بنطلعه بنحط عليه شويه سكر وبعد كده بنحرقه بالبلو تورش اللي هوريه لكم. لو ما عندكوش التورش ده ممكن ندخله الفرن على الشوايه بس ثانيتين كده، اهو السكر اللي فوق يتحرق ويبقى. أوكي، عندنا كريم بريلي خطير. مش معقول، انا اول مره بعرف انه هو اساسه بيض. هو كاسترد. أوكي، نوع من انواع الكاسترد، وبيتحط في صفار بيض. الكريم كراميل بياض بيض مع صفار بيض. لان قوامه بيبقى اتقل من ده. أوكي، البياض بيتقل بس الصفار بس بيبقى اكتر سوفت، بتاكليه كده زي الكاسترد الخفيف. طب اسالك سؤال. اساليني. بتعرف شو الفرق بين الجاجة قال البيض البيض انت مخك مع الجاج من اول اليوم. البيض اللي قشرته بيضة والبيض اللي قشرته بنية؟ لا مش عارف، انا كنت افكر انه في سر وراها، طلع السر وراها جدا بسيط. ايه هو؟ انه البيضة لونها ابيض، قشرتها بيضة، بتكون من جاجة بيضة. اما السمرة بتكون من جاجة ريشها لونه بني. اوكي، بس هو ده، بس كده، زي الفرق بين العيش الابيض والعيش الاسمر. انا عمري حتى ما ركزت، انت متخيله؟ عمري ما ركزت في الموضوع ده. لا، انا كنت ما احب زمان اكل البيض اللي قشرته بيضه. اللي قشرته بنيه، عشان هيك بلشت اقرا عن الموضوع واعرف. بدك اساعدك؟ انا هنزل نقطه صغيره من الكريمه واحرك بسرعه جدا عشان اعمل حاجه اسمها ايه تامبرنج، او ان انا ابرد الخليط. ما ينفعش انا المفروض يصير نفس درجه الحراره مع بعض. بالظبط، انا المفروض اسيب الكريمه شويه ان هي تسقع اكتر. بالظبط، تبرد عشان البيض هنا ما يستويش، لانه بعدين ممكن يبقى بيض اومليت. فانا بعمل ايه؟ بنزل واحده واحده دلوقتي وانا بشتغل عشان لازم نخلص الحلقه. فاحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل تامبرنج. المفروض نسيب الكريمه دي على الاقل بعد ما قلت لكم تبقبق كده 15 دقيقه على جنب عشان يتحول الخليط كده زي الكاسترد، وبعد كده نعملها ويعيدوا هاي الحركه. بضلهم يعيدوها ليخلص الكميه اللي عندهم. بالظبط. اوكي، وبعدين وبعدين
ممكن انا خايف بس انزلها وهي سخنه كده، عارفه بيعمل ايه؟ انا اعمل هيك وانت تعمل. يلا يلا، 1 2 3 جو. شوفوا قديش انا شاطره مع الدليل مشاهدينا. شوفوا شوفوا، يعني لو عمرو رح يقعد ساعتين يعمل تمبرينج، انا بثانيه بخلص. هو لو بارد انا بخلص بسرعه. ولا تعترف انه انا شاطره. انت طبعا شاطره، ماشي، ده اكيد، ده ما فيهوش اي شك. يلا يلا بينا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنزلهم في البولات بس هنصفيهم. يلا هتصفيهم؟ اه ضروري ضروري عشان نشيل الفوم ونشيل اي حاجه ثانيه. طيب مش مشكله، هلا بنصفيهم احنا. شو يلا. رايك؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا عم، انا عاوز اروح. يلا حالا. يلا هات. بسم الله. ممكن تمسكي لي دي؟ ماما عودتني اسمي كل شيء عن جد. ايوه هي طبعا هذا شيء هيك، بتحس انا بتبارك الاكل، بتبارك كل شيء. صح. ها شاطره. يلا يلا اللي بعده. نقطت برا. يلا شيل دي. أوكي. شيل دي، حط دي. ايوه يلا. اللي بعده. يلا 1 2 3. شفتوا انه انا اللي بعمل كل شيء. عشان مسكت لي البس المصفايه هتقعد ايه تزل فيا. يلا وبعدين نحط من حواليهم الميه السخنه لحد 3/4 الريمكن. تمام. البوله يعني. ايوه، اول بوله دي البيضه. اوكي اهو، وهندخله على الفرن وهنسيبه تقريبا 20 دقيقه. أوكي. او على حسب قوه الفرن بتاعتكم. واول ما يبقى من الحروف استوى ومن النص لسه بيتهشتك كده جيجلي زي ما بيقولوا، او اللي هو بيرقص، يبقى كده ان هو استوى. نطلعه ونحطه في التلاجة لمدة 2 ساعة، او نسيبه حتى لحد بالليل خالص. طبعا انا مجهز نفسي وعامل في التلاجة شوية بيسقعوا، وهجيبه لكم دلوقتي حالا. بس هدخل ده الفرن. انا بدي اشوفه، بدي اشوف المنتج النهائي اللي هاخده معي على البيت يا عمرو. هتطمن. بدي اطمن على التحلاية تبعتي اليوم بعد الفطور، كثير مهم صراحة. وانا بحب ان جنرال الكريم كراميل، يعني بشكل عام بحبه انا. عشان بس هو لسه معمول دلوقتي فحطيته شوية في الفريزر. ايوه بس صح. محتاج شوية المصفى. فين تاني؟ المصفى هنا. بس دي فيها بتاع. خلاص هنحط السكر بالراحة بمعلقة صغيرة. اوكي. بالمصفى احسن عشان بيتوزع كويس، وبعدين نحرقه بالبلو تورش. انا هحط السكر كده اهو بالتساوي بمعلقه او باي حاجه، احسن لو بمصفى. وبعدين عايز تحرقيه؟ انا؟ ايه رايك؟ احرقه ولا احرقك؟ تجربه. لا احرقيه هو، ليش انا؟ طيب يلا جربي. وبعدين دلوقتي انا صايم وجعان فمش هتلاقي حاجه تاكليها. بعرف. اي نو. مش متغذي. بتكون زي الفسيخه. بالظبط. طيب يلا. مشفوت مني الميه والاكل. بس ما بيخوف صح؟ ما بيخوف. لا ما بيخوفش. اوكي. وزي ما حكى عمر طبعا اكيد اي شيء هيك عندكم اياه، اذا ما عندكم اكيد هذا الفرد اللي بيحرق الحاجات حطوها بالفرن عشان تصير حمراء ومقرمشه. شفت؟ أنا بدي أعمل. يلا. بتقولي اعملي وما بتقولي أعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. صح؟ بالظبط مظبوط. امشي عليهم بقى كده دائري لحد ما يبان معاكي نتيجة. أهو بصي ابتدى يتكرمل السكر. يا كرملاية. جيبي كمان الحروف معاكي. الحروف. الحتت اللي ما اتعملتش اعمليها. أنت مرات بتحكي حروف ومرات بتحكي حفف زينا. مع الاثنين. انا بحكي كل اللهجات العربيه بكل الحروف اللي بالدنيا. بدي احكي لك واسمها ايه والشمال افريقيا. لا بس عندي حاجات يعني بقى شويه في تونسي. خلص يعني. بس يلا. انا بدي احكي لك انا بكل حروف الدنيا. ريحتها بتشهي. صح. الكوردن بلو مع التشيز صوص كمان بتاخذ العقل. المحشي ريحته كمان. فالحمد لله يعني انا اليوم امنتي فطاري. عارفه انه انا رح افطر من قلب هيك زي ما بيقولوا. سلم ايديك عمر عن جد. ثانك يو فيري ماتش. واكيد كل وصفات عمر وين بيلاقوها؟ على البيج او على منصات التواصل الاجتماعي كلها بتاعه قناه المحور. سيبوا لنا كومنتاتكم، عجبكم الكريم روليه، بصوا الحروقه بتاعته، بعدين لما يبرد شويه نكسره وندوق يا عيني. وما تنسوا اكيد تصوروه اي شيء بتعملوه من وصفات عمر، وابعتوا لنا اياها على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز لقناه المحور.
لقائنا يتجدد غدا بإذن الله بنفس الوقت على قناة المحور. من هون لوقتها ديروا بالكم حالكم، إفطار شهي وصيام مقبول. عمرو تسلم إيدك كمان مرة. الله يخليك يا رندو، ونشوفكم في حلقة جديدة من فطارك عندنا. باي.